On commence? Oui, on commence. Ok. On commence par la partie français. Français. Comme non, je commence par l'arabe. On commence par l'arabe. Ici, vraiment, il manque un dictionnaire. أشكر المغرب كما ذكرت لأني كنت طالب هنا في المغرب من قبل 44 عام، مدة طويلة، من 77 إلى سنة 80 التحقت بجامعة محمد الخامس وتحصلت على الليسانس في القانون الخاص، ومن بعدها واصلت دراستي في فرنسا. فلي ذكريات سعيدة جدا جدا مع المملكة، ويمكن أوجه تحياتي لأساتذتي، ما زلت أذكرهم وأتمنى حياة سعيدة لمن بقي منهم على الحياة، والرحمة والمغفرة لمن غادروا هذه الحياة، فمنهم عبد الرحمن العلوي وعبد القادر القادري، أمال جلال، أحمد الخمليشي، وهم كسر. وحي أيضا زملائي اللي كانوا معي، وعلى خاصة أولتنا في الدفعة لأنه كانت دائما هي الأولى، هي واحدة اسمها علال الحاجة. وكذلك أحيي صديقي وزميلي في الدراسة محمد تجمن اللي هو من طنجة، أتمنى أنه يكون بخير. ولا Thank you.